اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبة اينما كنتم، ارحب بكم اجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم يوميا الصبح نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي. احنا يوميا طبعا داخلين في معمعة ولا لها اول ولا لها تالي، هاي يوميا في قرارات، في قوانين، مرات احنا نذب اللوم على نفسنا، مرات لا نذب على المؤسسة الحكومية، مرات نذب على القضاء، واحنا في هاي الدوامة. من اللي بينا درس واقع الحال وحلله واستنتج ووصل الى معطيات تقلل من المشاكل اللي جاي يصير وجاي يشوفها. بعد اتصال الاخوة بينا قالوا عندنا تظاهرة، خير ان شاء الله، احنا من قد التظاهرات صارت عندنا فد آلية عمل. تظاهرة بشنو؟ قالوا احنا قانون 57 اللي خاص بموضوع الحضانة، حضانة الأطفال، وخاص بمشاكل اجتماعية بحتة. بيهم يقول السفارات تتدخل، بيهم يقولون لا والله العشائر هم متدخلين، بيهم القضاء يتدخل، بيهم القانون، وصايرت لك على قولته هنا قبل شبيشة. أنا اليوم أريد أتحدث بمنطق العقل وبإنصاف مع الأخوة اللي هم أصحاب قانون وقرارات يعرفون بها ومدروسة، واللي هم متضررين من هذه القضية، واللي هم صاحبين الشأن. يعني اليوم من نسولف لازم نوصل إلى مرحلة تحل هالمعضلة، شنو الأسباب، ليش وصلنا لهذا المستوى، إيش جاي يصير. هم لازم نسمع ونصغي لحديث الناس اللي يطلع. احنا دا نصور حلقه وندير وجهنا ونروح وكش ما يسمع وكش ما يصير، هذا على يعني هذا هواء في شبك. بس احنا اللي يريده يكون الصوت اللي يطلع ينسمع. فلذلك ندعو القضاء وندعو الاخوه في الوزارات المعنيه ومجلس النواب، لانه بقرارات وبقوانين ولازم يسمعون شنو اللي جاي يصير من واقع الحال، مو تنظير، لكن من واقع الحال يختلف عن التنظير وحاط له ميزه ورقه واكتب بيها. فواقع الحال والمشاكل اللي نشوفها واقع الحال يختلف. حياكم الله جميعا، الله يساعدكم. الله يعزك ان شاء الله. اشكر تواجدكم اليوم حقيقه، هو لا هي حقيقه احنا يعني همنا الوحيد هو الحفاظ على النسيج الاسري. اليوم 7000 8000 حاله طلاق بالشهر، امر صعب جدا. يعني هاي الثلاث اشهر الاخيره، يعني من شهر الواحد الشهر الثالث 20000 حاله طلاق. يعني هذا موضوع قاسي جدا على العائله العراقيه، ما متعودين على هيك ارقام مرعبه. اليوم الاسره العراقيه تعيش على برميل بارود، فككت الاسره. اليوم هذا الضياع اللي دا نعيشه حقيقه. نوجه رسالتنا اليوم انه احنا ما جايين ضد المراه، بالعكس جايين ناصر المرأة. يعني الرجل شو يريد يشارك بتربية الطفل، يريد يساعد الأم. ليش القانون انطاها حق الحضانة 15 سنة منفردة وحدها؟ الأب يريد يشارك بهاي التربية، يريد يساعد الأم، القانون ما يسمح له. يعني إذا راحت الزوجة راضية بعد الطلاق وقالت للقاضي أنا أريد ابني يبات يم أبو يوم واحد، يقول احنا ما لنا علاقة، اشترط القانون شرط أن لا يبيت إلا عند حاضنت. ما أقدر أنا، روحوا اتفقوا خارج المحكمة، ما بيت يوم واحد ما يقدر الأب ياخذ طفله. إذا راح شافه بالشارع أحيانا تقام ضده دعوة خطف مع شديد الأسف، دعاوى كيدية. الناس وصلت إلى مرحلة يعني صارت عندنا حرب أهلية حقيقة، نقولها بكل صراحة. إحنا ماكو أسبوع ما عندنا جريمة قتل، يا أما الرجال يروح على نسابته حتى يشوف طفله ويقتله، يا أما هو يروح يجيب أطفاله بقوة السلاح ويقتله واحد من عندهم. صارت عندنا جرائم، القانون أصبح عندنا يشكل خطر، صارت حرب أهلية بين العوائل المتحابة. شنو اللي بيناتهم؟ مشاكل جدا بسيطة لكن تكبر بظل القانون. قانون جامد ما بي أي وسيلة. كان القانون بالسابق بيه مجال بيمرونه، الآن القانون كصخرة. وين مرونته قبل؟ يعني كان سن الحضانة 7 سنوات، كان أكو مبيت تسليم المحظون في حال الزواج المطلق. طبعا تغير تعدل في زمن مجلس قيادة الثورة بال 86 و 87 و 78، تعرض إلى 3 تعديلات حرفته عن مساره. سنتعجب مرات يطلع القانوني بالتلفزيون يقول من أفضل القوانين بالمنطقة، نعم من أفضل القوانين لكن قبل التعديلات. الآن احنا عندنا في كردستان شعروا بالخطر، انطوا حق المبيت، انطوا حق المبيت في كردستان. هنا ماكو حق مبيت، الموضوع قاسي جدا. يعني تصور انت
مثلا الاب عنده بنيه 13 سنه و14 سنه تعيش يم رجل ام غريب، وهذا يفتر ببيته بحريته وعده اولاد وذني بناتك، فهذا يضطر. تعرف احنا مجتمع ما ننكر، احنا مجتمع قبلي عشائري، هاي عاداتنا ما لا لا نقول مدنيه وما اعرف شو، احنا مجتمع شرقي ما نقبل، ما نقبل اطفالنا يربيهم واحد غيرنا، ده تصير مشاكل. القانون الان حتى بدون تعهد، حتى بدون تعهد يجي يتزوج المطلقة وياخذ أطفالها، ما يشترط عليه القاضي تعهد. في السابق كان عليه تعهد، الآن ما عليه تعهد، فالموضوع قاسي جدا. احنا اللي نطمح إلى حقيقة اليوم المفروض هو يكون عندنا أشبه بالعرس العائلي. اليوم احنا جايين نحمي العائلة، جايين نساعد، مثلا الرجل جاي يساعد طريقته في 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 المشاركة بتربية ابنه. المفروض المطلقة تفرح، لا الإعلام يوصلها غير صورة انه هاي الرجال طالعة هي بالضد من النساء، بالعكس يمكن تشوف هاي النساء أعداد كبيرة. احنا مو موضوعنا جندرة وضد النساء، بالعكس احنا نريد نشارك بتربية ابنائنا، نريد القانون يكون منصف وعادل. أسألك بالله، طرقتوا بيبان طبعا، وصلتوا إلى نواب، احنا بهذا وصلتوا للقضاء، وصلتوا لمجلس النواب، سولفتوا ويا النواب، لو وين وصلتوا؟ حقيقة العفو استاذ جايك، حقيقة احنا التقينا بالسيد فائق زيدان مشكور يعني أكثر من أربع مرات، ويعرفنا الرجل شخصيا، سوى توسع بالمشاهدة، هذا ما يقدر عليه القضاء، يقول أنتم مشكلتكم مو يمي، أنتم مشكلتكم يمي البرلمان، لأن الموضوع يحتاج إلى تشريع. احنا بجهودنا الذاتية قدمنا مقترح على طبق من ذهب، مقترح كامل ووافي وبدراسات ومن الناس المختصين والأكاديميين، قدمناه إلى البرلمان. اللجنة القانونية قالت الموضوع ما بي أي إشكال، مستوفي للشروط، ما بي مخالفة للدستور، فإن شاء الله نمضي به للقراءة الأولى، راح للسيد محسن المندلاوي، فهو على جدول الأعمال إن شاء الله. نطمح أنه إحنا اليوم طلعنا للدفع بالمقترح حتى ينقرق راوله ويتم التصويت عليه، ونرجع للاسره العراقيه، رجعها الى نصابها الصحيح، ترجع الى السكه. شو اللي رايدين احنا؟ احنا ما عندنا جسر نبني ولا عندنا عماره، ما بي جنبه ماليه، موضوع تشريع. موجودين الاخوه البرلمانيين، عندنا 63 توقيع لحد الان، و23 من النائبات يعني من النساء، حتى احنا حتى نجنب نفسنا هذا التساؤل بالاعلام انه انتم ضد المراه وضد، ويخوفون بالنساء. كثير من النساء من تجي تحكي ويانا احنا كممثلين الحمله تقول اذا هذا التعديل انا اريده، فالاعلام يصور انتم ليش تريد تحرمون، ليش تريد تحرمون الام، حرام عليكم. احنا ده نقول مشاركه الاب الراغب المؤهل، يعني يكون بكامل المواصفات. احنا الطرح مالتنا طرح جدا انساني، هو لتخليص العائله من هذا الاشكال. وقلت لك يعني اتمنى تتوثق هاي علي على كريم جسر، اذا قرا قراءه اولى راح تنزل نسب الطلاق من 7000 و8000 الى 1000 واقل، وسجلها علي. اذا 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 انقرا قراءه اولى بس، احنا بال 2020 قدمنا مقترح وصل للقراءه الاولى وراح للقراءه الثانيه لاول مره تحدث عندنا، الشهر السابع والثامن والتاسع نزلت عندنا نسب الطلاق 2000 حاله طلاق بالشهر، وهي تحدث لأول مرة. هسه إذا انقرأ قراءولة راح تنزل نسب الطلاق، وهاي تسجل علينا إحنا كحملة، وإحنا مسؤولين عفوا عن كلامنا. إحنا اللي نريد نحمي الأسرة، إحنا اللي نريد نحافظ على النسيج الأسري، إحنا اللي نفرح من تنزل نسب الطلاق، إحنا اللي نفرح من ينجمع الأب بأطفال. يعني بهذا الحر الأب يروح يسوي الابن عيد ميلاد داخل ساحة المحكمة بهذا الشمس شرفك. يصير جوة تشينك قدام المجرم، يجي مكلبش سارق ابو المخدرات الحرامي، والطفل يعوف المدرسة حتى يروح يشوف ابوه، وثاني يوم يجي المدرسة يسألون الاطفال يقول انت وين كنت، يقولهم بالمحكمة اشوف ابوي. ليش هو ابوك مجرم؟ روح شوف الاطفال اللي هم بالمدرسة من ام واب منفصلين، تلقاهم دنق مكسور مسلوخة من براءة الطفولة، هذا الطفل البريء. احنا جاي نلعب باعدادات دماغه اللوثة، ليش؟ من المسؤول عنها؟ هذا الطفل، هذا 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 الطفل اللي هو قرآن الله سبحانه وتعالى خلى هذا الطفل البريء. احنا نلعب بعقله واللوثة ضد ابوك حرامي، ابوك مجرم، ابوه جاي من ساحات القتال، من الحدود جاي حتى يشوف ابنه ساعه ما اخذ له اجازه، يقول له انت مو ابوي، انت حرام، انت مجرم، انت قاتل، انت ارهابي. ماكو العلي العظيم الي ابني قال لي بابا انت حرامي، قلت له شلون انا حرامي بابا؟ قال لي بابا انت ماخذ الذهب مالت امي وما ترضى تعطيه اياه، والذهب عليه دعوه بالمحكمه. زين اذا الذهب عليه دعوه بالمحكمه يصير انا اعطيه خارج المحكمه ومن قبل القاضي ثاني بعد اردن، كل هذا وانا ما اريد اطلقها، انا اريد ارجعها البيت، اريد الم عيالي تساومني على بيتي نص مليار قيمته، لو ارجع لك تعطيني بهذا بيتك السجله باسمي
لو ما ارجع لك. يا حضرة القضاة انتم ترضوها، يا حضرة العدالة انتم من بعد رب العالمين. يعني هاي الابهات اللي مظلومة، كلش مظلومة، الى متى تبقى هيجي؟ والله اروح للمدرسة اشوفن بناتي ما يخلون، ما يقبلني يطلع لي، ما يقبلني يطلع لي. بنتي وسطانية بيها سكر، اروح اتفقدها اشوف احوالها شلون. بنتي 8 سنوات عمرها هاي الوسطانية، ما تقبل تطلع لي. بابا ما اطلع لك، بابا ما اريدك. وانا ابكي عليها دموع، والله اخر روحه للمدرسه رحت لها بكت علي السماوات والارض على حساب اشوف جهالي. والله العلي العظيم هم قادرين، هم قادرين ان يلمون الموضوع مالتنا اللي صار، موضوع سهل وبسيط ويقدرون ان يلموه، بس هم ما رادوا يلموه، رادوا يساومون على حلالي. استارك فيك. الله يعطيك العافيه. انا خادم، انا ابني عمره 5 سنوات. وقتي لكم. انا ابني عمره 5 سنوات. وقتي لكم والله، وهسه ساعه كامله وياكم، بس خلينا نشوف القانون. حبيبي حياك الله، وياك المحامي كاظم الدير من مدينه النجف الاشرف. حياك الله، اهلا وسهلا. قانون احوال شخصيه رقم 188 لسنه 1959 المعدل به هو مواد عن ظالمه، من ضمنه الماده 57، ماده ظالمه وغير منصفه ومجحفه بحق الاباء. شنو السبب؟ اي ظالم انا اقول لك، يعني اذا صارت مشكله بين ابوين زوجته، يعني وصلوا الى حاله انفصال، طلقوا تمام لولا هنا ما راح يقدر ياخذ ابنه يوم واحد بيت يمه. لحين اكمال سنه 15 سنه، 10 سنوات يمددونها 5 سنوات، 15 سنه، هنا راح يخيره، تريد ابوك لو تريد امك. يعني العقل والمنطق والعرف واي واحد سيله شيء اكيد هو عايش ويا ما راح يختار الام. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الاباء يعني الاب الصحيح، الاب الجد اللي قدم ابنه شهيد، الجد اللي هذول محرومين عن اطفالهم، يعني هو قدم ابنه شهيد للوطن، يحرم عن احفاده، بينما ذا زوجت برجل اخر اجنبي، تمام؟ من حقها قانونا ماده 57 تاخذه وتعيشه ويا هذا الرجل الاجنبي الغريب، اللي هو شرعا حرام، حرام. يعني شرعا حرام. شنو المشكلة إذا تحذف كلمة المشاهدة والاصطحاب، تحذف كلمة الاصطحاب تضيف كلمة المبيت، شنو هنا المشكلة؟ من حق الأب ياخذ بالعياد من الأسبات بيته يمه، هو الأب الولد وما يملك لأبيه، شنو السبب؟ شنو المشكلة؟ شنو الضرر؟ ودائما نتعرض يعني إلى ضغوطات وأمور وسب وشتم، احنا مو ضد لهم، هي من لهم؟ أمهاتنا وأخواتنا ونسانا ونخليهن على راسنا، احنا مشكلتنا مع هاي المادة 57 مادة صدامية هدامية بعثية هتكت الأسرة العراقية وفككت العائلة العراقية، وهي سبب رئيسي من خلال عملي، سبب رئيسي في ازدياد حالات طلاق بالعراق، هاي المادة 57 إذا تعدلت أو لغت راح يكون هناك انخفاض في حالات طلاق بالعراق، أجزم لك يعني. يعني من عمره يوم الحين اكمال يصير عمره 10 سنوات ويمددون 5 سنوات 15 سنه تخير تريد ابوك لو امك؟ ما حد يقبلها. وتتزوج برجل اجنبي وابوه الحقيقي اللي اصلا محروم من عنده؟ احنا هسه موضوعنا وين هسه مشكلتنا؟ مشكلتنا اعضاء مجلس النواب يدرجونه قراءه اولى ومن ثم قراءه ثانيه ويصوتون عليه، شنو المشكله؟ حتى لو يضيفون فقرات يعدلون فقرات، خلي يكون هناك انصاف، خلي يكون انصاف. من عمره يوم الحين 7 سنوات يعني تعرف انت حضانه ولازم يكون يم الام، هذا شيء يعني معروف، لكن في حالك ما سن 7 ودخوله في السن 8 هنا يحتاج الى تربيه، من يربي؟ الاب يحتاج الى تعليم، صح لو مو صحيح؟ حياك الله الحبيب. تحياتي، بس احتاجك انا يمي. حياكم الله، السلام عليكم. شلونكم؟ زينين. اسمح لي اعطيني المايك بس بلا زحمه عليك. انا ما باوع عليك. من خلال قناتكم، تمام؟ سد الدنيا الشمري او منظمات النسويه او كل من يحارب سجل عامري وحمله تعديل 7 ماده 57، بس داروا له شوفوا منو الموجود؟ نساء، امهات. زين يا سد الدنيا الشمري، انت انسانه بتعشيره وبتعائله وبالطابع، اناشدك بغيرتك بشرفك باهلك بعشيرتك بامك ببيبيتك، تقبلين انه احد من احفادك يجي محروم منه؟ وهذني كل قعدات النسوان، تقبلين انه عائله الشهداء والضحايا الارهاب اللي ماتوا واللي سكنوا والمقابر انه يجون حسره عليهم شوفت اطفالهم؟ هذا الشيء اي انتقاد؟ احنا ما نجيب شيء من خارج الواقع، احنا هذا الواقع ومثبت، وهاي الحالات الموجوده. اناشد كل من عنده غيره وذره احساس انه ينتبه على حفاظ على المجتمع العراقي، ينتبه انه الاطفال، احنا اذا ماكو اطفال، اذا طفل ما تربى بعائله وتاخذ القيم والاخلاق احنا سلام الله عليه بعد انتهى. لذلك ارجو سمعوا صوتي، استاذ محسن المندلاوي انت سيدنا واستاذنا بالقانون وايضا مشرع، احنا من نجي كاب لك كمناشده لك، اوصل صوتنا وشوف الماده، استطلع اكشف
راح تشوف انه هاي حالات المجتمع العراقي بيها هواي سوالف، بيها هواي تنتقل صوره، يمكن تنتقل صوره لك غلط او غير واضحه او غير صحيحه، احنا هذا الواقع وهذا الموجود. احنا الناشد كل انسان وكل عنده صوت وكل عنده هذا يتبع تعديل الماده، وان شاء الله يا رب احنا الماده ما نضر احد ولا نسلب حقوق احد ولا خاليها، ماده يكون الحق مشترك بين المراه والرجل فقط، هاي عداله، هذا مو احنا جاي نحكي، هذا كتاب الله الموجود بي، هاي الاديان الموجوده بي، هذا الشيء الموجود بي، احنا ما جايبين شيء من جيبنا، احنا جايبين شيء من واقع المجتمع ومن كلام الله الذي لا يعلى عليه. احنا من الواقع الناس الحالات اللي موجوده شنو؟ اريد اسولف وياهم والحالات اللي موجوده، هسه مو الواقع. استمع، اول حاله هنا عندنا كل الامهات والاحفاد موجوده تمام وحرجت حرام، اوكي احنا اتهمونا انه شو اسمه احنا تجيبون حالات وهميه، انتم تطالبون بشغلات غير واقعيه، الحمد لله هاي موجوده ومثبته، يعني ما اصور انه حالات غلط، احنا جايين نجي ما جيبه مشاهده، شنو يعني ما تسقط الحضانه ما جيبه مشاهده، يعني ثلاث مرات اربع مرات انا اروح وانتظر تقول لي ما تسقط الحضانه، ايش تردين ترحين تسوي؟ احنا نطالب هسه هو هذا ابننا محسن المندلا وهو متضرر، احنا متضررين، فهي برقبته هسه نطالب تعديل هذه الماده، لان هاي الاسره العراقيه تفلشت، مو بس اني، لان هذا شجع الطلاقات، هذا القرار شجع الطلاقات، تاخذ حقوق كامله والطفل يمها وسلخته من عائلته، هذا جذر اخذته من عائلته، الطفل صبح مشرد بالترافيك لايت يقدون بالشوارع المخدرات تخلي النرجيلة بحلقة والصورة وما تسقط الحضانة، تقول ما تسقط الحضانة، ايش تردون تسوون؟ روح يسوي، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا 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 مو محظون، هذا مسجون يمها، مسجون سنة ونص، سنة ونص والله المندلة، واطالبك اطالبك بالامام علي، بعدالة الامام علي، هذه المادة هي برقبتك هسه تدرجها وخليها نشوف الأب أولى بالحضانة يصير يم الأب، الأم أولى بالحضانة. سنة ونص هاي جابتها محروق، هاي شوف كلها، هاي مصوري شوف هاي كلها مصوري، بس الجد قال لها مجرد ليش خطية كانها طير ذهب، ليش بابا مشويته؟ بعد ما جابته سنه ونص كفيلك الله ورسوله، جابته سنه ونص اي والله، نروح نقعد بمدينه الزائرين من الصبح لل 12 ونخلي ونرجع، قدمنا دعوه غرمها القاضي بس 250 واحنا بس مليونين مطين للمحامي، مليونين والله للمحامي، والزوجه وراحت للبصره واحنا بكربلة وما ندري بالطفله، هسه كانت محروقه ميته عايشه ما ندري بيها، من يضرب الطفله وين صارت؟ شنو ذنبنا؟ احنا مو اجداد؟ الابو شنو ذنبه؟ والله دا يفرفع على بنته. يعني قانون ظالم، ظلم الابو، ظلم الاجداد. احنا بيتنا. ايه؟ احنا يتربونا بعزنا. شلون؟ الله يسلمك، الله يسلمك حبيبي. ساعه وياكم بس اعطونا مجال والله العظيم كلكم تحجون. شلون شو؟ الحمد لله. اخبارك؟ والله احنا مظلومين ابني. احنا اني احفادي ذولا. يقول لا والله عمي متونسات نسوان. مظلومين. مظلومين وحاسبين الزوج مجرم، ليش مجرم؟ ليش دافع راتبه كله ما يحق له يشوف جهاله؟ ليش تساومنا على مجهالنا؟ ليش توسخ افكارهم من نتلاقى وياهم تتبوقوني، انتوا جاي تطلعوني برا بالخارج، انتوا يابا منو قال لك هذا؟ ليش مسممه افكارهم؟ زين ليش ما نسويها احنا بيناتهم اب وام؟ احنا ما نريد نحرمها، احنا هم امهات، انا هم احس بلوعة ابني، انا ما اريد احرمها، انا اريدها تصير منصفة بيننا وبين ابني، احنا نريد انصاف، احنا نريد القرآن شو يقول؟ شو يقول الحضانة وين؟ القرآن احنا مو نطبقه بالورث، نطبقه بالحق المرأة، حق الرجل، كل نريد نطبقه بالقرآن، طبقوا حق الله، احنا ما نريد شيء، طبقوا القرآن شو يقول؟ احنا ويا كلام الله، احنا نريد شرع رب العالمين، كل شيء ما نريد. جزاك الله خير. والله كل شيء ما نريد، بس والله العظيم ترى احنا مظلومين. مظلومين، كل دمعة علينا تنزل جمرة مو دم. والله جمرة. استاذ هي الزوجة. يعني احنا شنو ذنبنا؟ انا عم ابن اخوي نهائيا ما شايفته، من الولادة اخذته بعد ما شافته. ايش قد عمره؟ حسه بالمدرسة بصف الأول ابتدائي. والله ما شايفينه، يروح يطي النفقة بالمحكمة بدياله، والله ما شايفينه. يروح تاخذ النفقة منه، لا أبوها يجي ياخذ النفقة ويروح، جده مريض مو زين، والله ما يشوفه. تدقون نوع النفقة؟
النفقه ده يبطي 600 والنوح المراه على النفقه الفلوس. احنا ما تهمنا النفقه، لقت لها الابن ايش لقت لها؟ لقت لها الحكومه تعطيها راتب ونفقه من الرجال، بعشلها بالرجل. اذا انت تعطوها راتبيا بعش كلها تتطلق. حاله عندنا صارت قبل اسبوع، خطبها وعقد عليها محكمة، هاي الحالة عندنا والله. كان قالت له 7 أيام، قالت له طلقني اللي يريد راتب، وهي بنية بيت بعدها ما داخلة بالبيت عندنا. والله طلقاها وهو شاب يتيم، لا أمه لا أبو. قال لها حتى بيت تطلعش وحدي، يعني هذا انصاف؟ هسه أنا هاي الحالة ببيتنا وأخويا همي. صارت تجارة يقول. صارت تجارة، أخذت من عندنا 10 ملايين، أخذت 10 ملايين. هاي هسه المطلقة جديد، هي لا متزوجها لا طاخة، كل شيء ماكو، وحق هذا الله. هاي أنا بالرجل صارت بي، هاي شال 10 وطه هو يتيم، يعني تجارة. قالت الراتب ولي، راح أطلع راتب طول الورقة، والمحامية موجودة أس زينب. سوت لها العقد اول ما طلع، قالت راح اسوي راتب. والله هسه احنا اريد ابن اخويا. تسلمين، حياكم الله. يوم احنا اني امبيبيه واني هم متضرره. احنا شهرين الولد عمره 5 سنوات، ولد وابني عندي و5 سنوات، هذا الشهرين ما شفناه يعني من اخذت الحضانه الها، كسبت الحضانه. اقول له شو اسمك؟ يقول لي باسم جده. اتعلمه باسم ابوها. راح اسمه اي يعني هو هذا ابوه محمد، يتعلمه اسمه عباس ابوها، على اسم ابوها عباس وعلى على جده، على جده. زين، وده تاخذ ال 300,000 حضانه. 300,000 تعطي ربع دينار باليوم؟ باليوم اللي لبني. واحنا قسم بالله عمر 7 سنوات، انا اروح محافظه ثانيه، ما عندي سكن، ما عندي دينار سكن. 6 ساعات على مدار يعني 3 أسابيع. وتيدي سقط الحضانة. أنا شرب من الأطفال، يعني 6 ساعات يعني في 3، يعني 18 ساعة بالشهر. أنا ربي ابني إيش أعرف إيش يربي، يعني إيش يربي ما أعرف يعني. يعني 18 ساعة أنا أربي ابني، شربي ما إيش أعرف من يمه. زين أنا إيش أعرف من ابني بعد؟ يكبسل يشرب، بعدين بنتي ما أدري إيش يسوي لها، ما أعرف شنو يعني. هسه أنا أريد أعرف يعني مصير أبناء وين. ابني ولد عمر 7 سنوات، عمر 9 سنوات، وعدي عمر 7 سنوات. زين هاي حتى يعني هسه انا ايش اعرف انا من ابنائي؟ اذا تزوجت طليقتك تزوجت قانونيا يسمح له، انه الاطفال هو لا الزوج الطليقه يجي يربيه. يعني انا عمر 9 سنوات يربيها غريب اجنبي وحرام شرعا. زين انا ما اقدر، اروح، استاذ بس اسمعني، ما اقدر اروح لهم للمدرسه، لان حتى لا يسوون علي دعوه انه دعوه مال الارهاب خطف. زين انا اعرف، اريد اعرف التربيه وين، اريد التعليم وين للطفل، اريد اعرف يعني مصير الطفل وين. زين انا شو اتربى يعني هسه؟ اذا يعني حتى اذا هسه ابن رجال هو، بعدين ابن مره، يعني هسه شو اتربى يعني؟ زين غيره هو التربيه اطفال، يعني ابن رجل وامراه تحت البيت، هو جوا بيتك داخل بيتك انت. هسه بيناتكم مشاكل ووصلت الطلاق، هسه بيناتكم، بس هذول شنو؟ هذول ضحيه أذون والله العظيم. يعني برخصك استاذ احمد، احنا ردنا راجع لك والله عمي، ثانيتين والله بس برخصتك. انا موظف، الطفل يصرفون له 15,000 كل شهر، 15,000 هاي تكفيه. بس من يتطلق وتاخذ زوجته الام ياخذ 150 300. وين وش العداله؟ زين الزوجه يحسبونها 70 بالشهر، ليش من تطلق يطول 250؟ يعني يما ابوه يعيش ب 15 مو مشكله، بس من يروح يم امه ايش 150؟ زين ليش بكردستان هذا ما له كل دور الا حضانه مشتركه؟ ليش هنا؟ يعني قانون واحد لولا، دولة واحدة لولا. يطشرون الأسرة العراقية. يا أخي هم بقت شغلة واحدة، سوونا أوروبيين. والله هم يريدون يسوونا أوروبيين. يعني طب يعني هاي القيم والأخلاق عرض الحائط. إي كلها يا أخي. لا عاد هو بس برخصتك، يعني أنا بنتي من تنام يم طليقها أمها، ها؟ يعني حلال، بس أنا أبوها ما من حقي أروح عليها لا للمدرسة. زين مرخصتك بالشهر ساعتين، بالشهر خل احمد والديك ساعتين نشوفها بالسنه تدري ايش قد؟ يوم. اذا تجمع 24 يوم بالشهر ساعتين، 12 شهر يعني بالسنه يوم. ربي بنتي انا اطلعها مره ناجحه تقود مجتمع. زين هالشلون؟ وين وجه العداله؟ وين يعني انا ابلو شنو؟ ابتليت
يعني الله بالبنات خلافت خلافت شلون بالله ما يصير يا اخي والله ما يصير يعني نفقه وحاضر وغايب ما يصير والله العظيم جايكم والله جايكم بالله الكريم استاذ ماده 57 صارت هي تفلش الاسره العراقيه انا ثلاث بنات عندي ثلاثه مو وحده ثلاثه اخذتهم لانه اهلي انطوني حصتي واشتريت بيت عقار تعال سجل البيت باسمي ما سجلت البيت كل زوجه تعرف نقطه ضعف زوجها انه هو اطفاله اخذت الاطفال وراحت دزيت ردي تعالجت ماكو شفت انه راح تتطشر العائله قلت تعبت الناس على مود نحافظ على العائله احط اسمك وياي مناصفه بالسنه طبعا هذا الحج كله موثق وبالمحكمه قالت لا اذا انت صدق تحب بناتك وتقول اشتريت البيت على مود شو على مود بناتك خلي البيت باسمي قلت لها لا والله ما خلي البيت باسمي شنو سويت يا باكر عقبه اموت تطلقين يجي رجال غريب راح يقعد على راس بناتي هاي القطه طلعها من الثنين كانت تقول لي عاد تحب بناتك اخذ بناتك وراحت دزيت ردت ماكو المهم سوت علي دعاوي انا ما تمني النفقه النفقه ما تمني بالعكس لعد من كان ويمك تصرف اكثر ما تمني النفقه اروح للمدرسه ارد اشوف بناتي يقولوا لي مطب انت جاي تخطفهن جاي اخطف بناتي ابو الخط من يقودها يعبر هالشارع احرس مني عليه ابو الخط من تاخذ بناتي وتروح تبات يم رجل الخاله احرس هاي الماده 57 اذا عندنا اعضاء برلمانيين عراقيين شرفاء ويحافظون على البلد يدرجون هاي الماده وغيره انه تتزوج بها بلاياها تسقط الحضانه اذا تزوجت الام تسقط يعني رجل الام صار احرس مني على بناتي رجل الام رجل الام هي المفروض عمي ما نقول سنتين خليها من تتزوج تسقط عمي الشارع ضاربين عرض الحائط القضاء والقانون والبرلمانيين شر تحكي ضاربين الشارع عرض القانون زين الشارع ضاربينه هيك بعرض الحائط احنا نريد انا اشوف بناتي جوا سقف شينكو وعندي بيت وحاط مكيفات وسبالت كريم الله اشوف ابو الخط بعيني بعيني اشوف ابو الخط يقولها عبر احرص مني بس انا من نردج اشوفها اخطفها عم حافظوا على الاسره العراقيه حافظوا على الاسره العراقيه الوكالات مبينه بالتنفيذ استلام النفقه الاب عم خلونا ساكتين ترى طلعتونا من ثوبنا طلعتونا من حياك الله تعال 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 استاذ 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 احنا محافظات اللي الله جد من ذي قار لنانا استاذ اوقات المشاهده ابد ما بيها انصاف اول شيء جاي اخرا بالوقت وقت بتسعة لحد الساعه بالوحده تجيبهم بالعشرة ونص او 11 الا ربع جابتهم انا بين ما اخذهم للبيت وارجعهم خلص الوقت هاي وحده هاي وحده استاذ كفيلك العباس وفاضل اخذهم نايمين واجيبهم نايمين لان تطيهم شراب مال هذا الارازون على اساس والله عود يسمنون انا اخوك هاي بيام المشاهده اجيبه نايم وارجع نايم بالطريق ابني قاعد جاي بالسياره يقول لي بابا انت تبلع حبوب وانا مطلق امه عمرها 3 سنوات وهسه عمرها 5 سنوات ليه ما دربي انا ابلع حبوب شلون دربي انا ابلع حبوب هاي وحده استاذ اخذه للبيت يقول انا ما اكل تخلون لي سم بالاكل الله شاهد رحت البنت للمدرسة بأيام الامتحانات قاموا عليها دعوة خطف وبالجوال خلصت معدها شهود والمديرة شاهدة قالت اجا سلم عليها وطاها فلوس وراح استاذ والله مليره والحسين مليره عم عدلونا القانون الناشد من يا أمة محمد عم الخاطر محمد الخاطر الحسين الخاطر عيسى بن مريم بويا بشونا القانون بس صعدوا قراءة شوفوا حالات الطلاق شوفوا الأمة العربية صار بيها شوفوا هاي الجرائم اللي جاي يصير رحم الله والديكم وشكرا جاي اخوي جايك الله يساعدك استاذ شلونك الله يحفظك يا حبيبي شنو المصايب هاي شنو البلاوي وين احنا عايشين صدق هذا الحكي لو اشكر قناتكم الموقره شكرا لك الله يحفظك لي تحت الفرصه ان ظهور طبعا جنابك تعرف انت من تكون هنالك ظاهرة اجتماعية على السلطة التشريعية بإيجاد القواعد القانونية المفروض الشكل هسه احنا طبعا انا غير متضرر من هذه المادة لكن من خلال وجودي بالمحاكم وجدت انه هاي المادة ادت الى تشظي الأسرة العراقية حالات الطلاق من 7000 الى 8000 حالة طلاق بالشهر تحسبها بالسنة تطلع ب 70,000 حالة وهذه طبعا بيانات مو انه بيانات مجلس القضاء الاعلى هي اللي جاي يصدرها فهذا الكم الهائل من الطلاق يعني ادى الى يعني تدري انت اليوم من تشظى هذه الاسره راح اكيد الطفل الضحيه الوحيده بهذا الشيء هو الطفل مو راح ينحرف راح يتجه الى يعني كثره يعني راح يعتبر بؤره
بؤره لارتكاب الجرائم، يعني اللي مدى يلاحظه اغلب الناس يعني حتى المتضررين ليطالب انه يشوف ابنه، ليطالب بصله الرحم، لكن انت لا تفكر بس بصله الرحم، فكر هذا الطفل من راح ينشئ بعيد عن كنف امه وابوه. يعني اغلب الناس ستعتقد انه الحضانه هي يعني احنا نطالب باسقاط الحضانه على الام وضم الطفل للاب، هذا خطا فادح، لان اكو يعني بالضبط نص هذا العدد هو اكو الام الابن بعيد عن الام مو عن الاب. احنا بالنسبه لنا يعني نشكر الحملة الوطنية ونشكر هذه الناس اللي حضرت ونشكر القنوات اللي توصل الصوت هذا طبعا للسلطة التشريعية. أما كثير ما أسمع أن السلطة القضائية يا ناس غير معنية بهذا الموضوع. السلطة القضائية عندها قانون ده تمشي عليه، يعني أنا ليش أروح أضغط عليه؟ مو أنت عندك سلطة تشريعية، أنت أعضاء البرلمان، أنت انتخبتهم، مو سلطة القضائية اللي انتخبتهم، أنت انتخبتهم، فعليك فواجب عليك. يعني أنا أحد البرامج الانتخابية طبعا، وأعتقد الرئيس مجلس النواب الحالي يعني كلش فرحت من وجدت ضمن برنامج الانتخابي هو إجراء ورش عمل لغرض تعديل المادة 57. أقسم بالله أنطي صوتي لأحد، أول مرة في حياتي أنتخب من 2003 ولحد هاي اللحظة أول مرة أنتخب لوجود هذا التعديل، لأن عرفت أنه هذا اللي دي يبحث عن تعديل هذه المادة، إذن هذا إنسان منصف ويستحق صوتي، كون على ثقة. أنا كعراقي أحكي لك الشكل، أنا بالنسبة لي أعيد وأكرر مرة أخرى أنه غير متضرر من هذه المادة، لكن اللي دا أشوف أكو حالات ظلم كبيرة. طبعا إذا تسمح لي، المادة 57 في بداية تشريعها ما كانت هذه، يعني هذه النصوص هذه موجودة، يعني بسبب تعديلات مجلس قيادة الثورة المنحل اللي جرت بال 78 وبال 86 وبال 87. قبل هذا كانت تدري أنت بالنسبة للدستور العراقي، طبعا احنا نعتذر لسرعة الحديث كون انه وقتكم ضيق ووقت الناس ضيق، لكن احب اوصل لك فكرة انه اصل قانون الاحوال الشخصية المادة 57 او بقية القانون بشكل عام كان غير هذا القانون، كان قانون منصف، والدليل انه استمر من 59 لحد استلام حزب البعث السلطة بالعراق، وادى الى تشظي هذه الاسرة بسبب كثرة التعديلات. كانت الام قبل التعديل ال 78 كانت الام اذا تزوج يسلم المحظون للاب، استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من جت احدى الصحابيات قالت له انه زوجي طلقني واخذ ابني، قال هالولد لك ما لم تنكحي، ففي حاله النكاح فانت سلمي الابن. زين هسه احنا نجي نقول الدستور العراقي هو الدستور المحافظ على 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 هذا المجتمع. زين الماده 2 من الدستور تقول الاسلام دين الدوله، الماده 41 من الدستور تقول العراقيين احرار بالالتزام باحوالهم الشخصيه. اجي عليك انا انت كاعلامي، يعني الماده 3 من قانون الاحوال الشخصيه تقول الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا، غايته انشاء رابط الحياة المشتركة والنسل. اذا من اجل القانون للقواعد العامة ان العقد هو العقد شريعة المتعاقدين، انا اتزوج على المذهب الجعفري لازم اطلق على المذهب الجعفري، اتزوج على المذهب الحنفي اطلق على المذهب الحنفي. زين اليوم حتى التفريق القضائي اكو فتاوى لمرأة، طبعا انا اشكر المراجع الدين من كافة الطوائف سواء من المذهب الجعفري او بقية المذاهب. نعم افتوا استاذ، هذا معلومة معلنة على الفضائيات موجود، افتوا بحرمة المادة 7 بعض احكام المادة 57 ومخالفة للشريعة الاسلامية. زين اليوم انا ما يجوز المادة 2 من الدستور تقول لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاسلام. زين من ما سن قانون شلون سن هذا القانون؟ اضف الى هذا المادة 57 وانا مسؤول عن كلامي امامك وامام الشعب العراقي وامام السلطة التشريعية. المادة 57 مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة 12، لأن المادة 12 تقول لا يجوز التدخل التعسفي في الأسرة. اليوم من منكم يسمح الأخوه يدخل بعائلته؟ مو مشرع أخوك أنت ما تسمح له يدخل بعائلتك. زين على أساس؟ إذن الأسرة لها حرمة، الله وضعها والناس وضعتها، والدليل انه انت اخوك بس تسمح لي يدخل. زين كيف ماني اسمح للمشرع بالتدخل التعسفي؟ قبل في زمن النظام السابق كان اكو اضطهاد، كان اكو قمع، كان اكو ما تقدر الناس تبدي رايها، لا 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 كانوا مختصين قانونيين ولا غير قانونيين. اليوم اصبح ابداء الراي، والدليل هسه الناس تتظاهر وما حد يعترض انه تظاهرات سلميه، الناس تطالب بحقوقها. اليوم اني كرجل قانون عبء علي، واجب علي شرعي وتكليف شرعي، انه اللي درسته بالكليه وطلعت الاول على كليتي المفروض اني اجي هنا واحضر هاي التظاهرات من اجل ابداء الراي القانوني. اما انا غير متضرر، واطلب من جنابك اذا تسمح لي يعني انه ابني يجي يتحدث باسم الاطفال، باسم ابناء الشعب العراقي. تعال بابا،
تعال تحدث حتى تسمع، حتى تسمع السلطه التشريعيه ما هو ما هي ما هو الظلم الذي ابدته الماده 57. تفضل ابني. حياك الله. شلونك؟ اهلا وسهلا بك، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر قناتكم الموقره لاتاحه الفرصه لي للتحدث على الارض. الماده 57 واجب شرعي، لذلك نطالب السلطه التشريعيه بتعديله. انا لسه متضرر من تعديل الماده 57، لكنني جئت لاشارك ابناء بلدي. الماده 57 مخالفه للماده الثانيه من الدستور والماده 41 من الدستور العراقي. الماده الثانيه من الدستور تقول الاسلام دين الدوله، والماده 41 تقول الماده 41 من الدستور تقول العراقيين احرار بالتزام باحوالهم الشخصيه وفق معتقداتهم ودياناتهم، وينظم ذلك بقانون. تعديل ماده 57 واجب شرعي وانساني، ويجب علينا ان ننقذ الطفوله من مشروع من حال الطفوله. حتى قاطع كان بخير وسلام، شنو حال الطفوله تريد تسولف عنهم؟ حالهم قل لي. حال الطفوله اصبحت الحضانه منفرده اما عند الاب او عند الام، وليست الحضانه مشتركه بين الاب والام. يعني الابن ما راح يتربى او يعيش يعني عند ما راح يتربى يعني عند يعني يتربى عند امه. احنا نقول الحضانه مشتركه 7 سنوات عند الام و7 سنوات عند الاب. هنا 14 سنه عمره اللي ما يبلغ هو يعني يختار الام او الاب. انا جدا ممتن. تحياتي سلامي. انا خادمكم. والله تعال تفضل خادمكم. حياك الله. تعال تفضل. والله انا لازم اسولف، يعني انا ظلت حسره بقلبي اريد احكيها بس ماكو وقت احكيها، بس هسه راح اسولفها. اذا تريدون العائله العراقيه بهذا الشكل ومتونسين عليها فمبارك عليكم. نسب الطلاق من نشوفها بالتلفزيون ونسمع بيها من الناس الخبراء والاختصاص نقول معقوله؟ عمي كان الفرع اذا يطلق بي واحد العالم كلها تعرفه هذا مطلق علي فد شيء. صارت هسه عاديه، صارت تجاره. اتزوج او انخطب واتطلق حتى احصل لي راتب رعايه، حتى احصل لي راتب. صدق تحشون انتو؟ وين انتم بدماغكم وبعقلكم؟ وين تريدون توصلون؟ خليتوا الناس توصل الى مرحله من الاجرام. هذا اللي كبسل وخل احكيهن كلهن، هذا اللي كبسل وهذا النهار كله بالملاهي وهذا بالتقاطعات وهذا ما ادري ايش والزنا واشكال والوان. صدق تحكون؟ لو يعني اذا اكو منطق انه انا اكون موجود استمع ما اظل انظر الى مجلس النواب، الاخوه في مجلس النواب تعالوا انزل وياهم واشوف شنو وضعهم. اريد اشوف شنو؟ انا ما لي يفيدني بس توقيع والله كريم؟ لا، انا اريد اشوفه على ارض الواقع. شو اللي راح يقدم لي اياه؟ مو بلعنا من السوالف من ذاك الوقت لليوم، راح نسوي وش راح نسوي وراح نبني وراح هذا الحكي ترى هذا الحكي مو سهل. هذا لا شارع عام واطالب به تبليط واقول انتظر سنه سنتين يصير التبليط. هذا عائله وهذا مجتمع، واحنا العراقي مختلف عن كل البلدان. احنا مختلفين عن البلدان. احنا عندنا العيب وعندنا الحرام وعندنا المخافة الله وعندنا هذا ما يصير وعندنا العشائر وعندنا الاعراف. هذا ما يصير بالعراق. هذا الحكي ابدا مو سهل. وانا هذه برساله عاجله اعتبرها عاجله، والله اعتبرها برساله انسانيه. اذا تريدون تنقذون العراق وعوائلنا فشوفوا العالم، شوفوا وين واصله. مو ضد المرأة بس تعال شوف الجاي يصير. هاي القصص اللي جاي تسمعها ترى هذه قصص، هذا شيء بالراس. شنو هو شاب بعده بحاله يقول اشوف بنتي يقودها ابو الخط؟ وين احنا؟ والمرأة تروح تسوي دعوة انه يريد يخطف ابنه، وين اكو منطق يعني؟ وانا اقول اشكل على القضاء لانه شكي هيك ناس. ماكو هذا مو منطق يعني، هذا مو منطق العقل. منطق العقل انه اشوف انا شنو الصحيح اللي يتقبل عقلي وضميري واملي عليه. والله حتى بالقانون المفروض يعني يكون المنطق والعقل موجود، مو شرع وامشي.
شلونك حبيبي؟ الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لضيق الوقت أنا أوجز نقاط بسيطة، أي أوجز نقاط بسيطة بس راح تلاحظون هول ما يحدث بالنسيج العراقي، لأن هل المهم بناء يعني البشر أم بناء الحجر؟ على كل، المسألة الأولى هسه احنا نفكر بيها، تلاحظ هسه المنظمات أو المديريات، خلينا نقول الدولة بشكل عام، يعني عاجة بمعالجة تعاطي المخدرات المتزايدة بصراحة، وأصبحت تدفع المؤسساتها من احنا جامعة كرم، يعني جامعات نقيم دورات توعوية وكذا، فتدري التقينا بالمسؤولين سواء مثلا يعني مدير المخدرات أو مدير الشرطة المجتمعية، أو لاحظنا أنه أكو شيء مشترك بهذه القضايا، يعني سمسر الجرائم والسرقات والكذا، هذا الشباب انت من تريد تدعم الشباب او ترعى الشباب، شلون ترعى الشباب اذا انت خال القنبله جوا؟ خلينا نقول تلاحظ انه كل ما يدور حول هذه المشاكل هو بسبب التفكك الاسري، عدم الرقابه الابويه، الام في صفحه، هذا من جانب. شوف مشكله هاي، يعني المجتمع يتجه نحوه، وانت تعرف متعاطي المخدرات او السارق او المجرم هذا شنو اللي ياثر بالمجتمع. إذا البذرة الأساسية اللي خلت المجتمع يتجه هذا الاتجاه هو سبب التفكك الأسري، نسيج ده يتفكك ينتج هذا المجتمع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لاحظ الستة ذات روح تراجع الحالات النفسية، روح راجع إحصائيات الأطباء النفسيين، اقعد وياهم وسولف، وإحصائيات موجودة سواء مؤسسات يعني تابعة للدولة أو عيادات أطباء نفسيين، يقول لك أغلب الحالات تجي سواء الأطفال يعني نفسهم الضحية، سواء هي المرأة أو الرجل، حالاتهم النفسية بسبب التفرقة، فقدان الأطفال، أو هاي مسألة يعني الظلم اللي يحس بيها، إيه سهلة، سواء كانت المرأة أو الرجل، زين، حالات نفسية تصيبهم، حالات مو طبيعية. إذن البذرة الأساسية هو هذا القانون اللي دي بصراحة دي يخلي هذا الشيء دي يصير. الأمر الثالث هسه تشوف عزوف الشباب، هسه إحنا نريد مجتمعنا العراقي الشباب دي يعزف عن الزواج من العراقيات. الشهر الفات إحصائيات قد ما تكون رسمية ولكن من أكثر من واحد سمعتها، في شهر واحد 3700 حالة زواج عراقيين من سوريات فقط، جنسية وحدة. زين أنت الجنسيات الأخرى أكو هسه جنسيات أخرى عندنا سواء كانت عرب أو أجانب، مو زين إيش قد راح يكون العدد؟ هذا ما يأثر على النسيج الاجتماعي ده، تعرف أنت هذا إيه ليش؟ هو قناعته يقول أنا ما راح أخضع لهذه القوانين. هذه القوانين الجارة اللي بصراحة لا تمت لا لدين بصلة ولا لعرفنا العشائري ولا لمجتمعنا، زين يقول أنا مع بصراحة مع هذه الزوجة اللي أتزوجها غير العراقية، أنا ما دا أقول بس أنا انطيت ملاحظة لأنه السوريات فد رقم يعني بصراحة ما نتوقع حال موجود، كون على ثقة، أنا خاض التجربة الآن، أنا ما خاضع لأي قانون من هذه القوانين اللي يمرون بها حطيل يعني الشباب، ما متضرر لا متضرر من سابقه متضرر، وشفت الفرق بين الاثنين، انا ماكو اي شيء من هذا يعني خلينا نقول القوانين السابقه ماده 57 تحديدا، يعني انه انا ما اقدر اشوف اطفالي، انا فقط مصرف ادفع لهم زين، وانا ما اقدر اربيهم، يعني فقط اذا قرار الطفل مثلا عندي اولاد واعين الولد قال رفضوا انه الذهاب معهم بسبب انا نفسا ايضا، يعني واحده من الامور انه المراه هي اصلا ضحيه هذا القانون. شلون انا لما اجي لواحد واقول له انت متمكن بالقانون تقدر تسوي هيك، تقدر تاخذ نفقه، تقدر تاخذ فلان شيء، تقدر يسوي، طبعا تريد تضغط على الرجل، تريد تاخذ، خلينا نقول الرجل اغلبنا احنا المجتمع العراقي ما يقبل يكون، وصاروا هسه بسبب الضغوط صاروا الرجل يحب يكون قوام، بس هذا بده يكون قوام على المراه، من يصير به شيء ما يتحمل هذا الشيء راح يصير التفرقه، والتفرقه نتيجتها النتاج اللي بينهم صار مشتت. ومو هاي تروح تراجع المحاكم، كون على ثقه، اغلب القضاة وبحالات انا احنا يعني في يعني يتكلمون اكو وصل بيهم لحد يتكلمون كانوا كن على ثقه نريد نترك عملنا لانه احنا دا نعرف دا نرتكب اثم دا نرتكب طبعا يحسون بالخطا اللي موجود، يعني هو مثلا التفريق هو يريد يفرق، يدري هو اذا فرق قانونيا شرعا هي ما تفرقت. الامر الثاني هو من دا يحكم للطفل هو يدري سنتين الطفل حضانته للام ومن بعد السنتين هو للاب، ودا يحكم عكس ما يعني ما يحكم به الشرع والدين، الدين مو لي مذهب معين، لكل المذاهب، روح انت لكل المذاهب بصراحه راح تلقى، حتى يمكن روح للديانات الاخرى زين. ترى احنا لو يعني عدد تزييف، انا ما اذكر التزييف، ولكن لو تجي للديانات الاخرى ديانات ربانيه الهيه، الدين الاسلامي نزل من الله سبحانه وتعالى زين، كذلك الديانات الاخرى ما بصراحه ما تعارض هذا القانون زين. اي فانت شوف القضاة ليش هيك يعني هذا القانون ليش ما دافتين؟
أضف إلى ذلك، يعني تضف إلى ذلك، يقول لاحظ هسه إذا تدخل للمحكمة تلقى أنه القضايا يعني مثلا خلينا نقول البداءة والهاي، فالقضايا يعني يمكن إذا ما تعد ولا تحصى مقابل هذه القضايا، القضايا شنو؟ أغلبها الأحوال الشخصية، قضايا قضايا الأسرة مخالفة. يعني المحاكم مكتظة بسبب قضايا الأسرة، الجرائم حقيقة حالات القتل وحالات شو اسمه، يعني هي تصير لأنه ده يصير خلاف بين طرفين وما له حل، لا أبي يقدر يعوف ابنه ولا أم كذا. تحياتي يا طيب، أنا بخدمتكم. بس دقيقة، خادم بس خلال شهر حياكم والله وياكم، والله وياكم، والله وياكم اللي أكثر من سولف سولف حبيبي. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ احنا كلش متضررين من هاي المادة، المادة أذتنا بشكل العظيم، الله يساعدكم والله يكون أذتنا بشكل مو طبيعي، واحنا ما نريد كل شيء، بس نريد الدولة تنصفنا. تمام، احنا تروح للقاضي، القاضي هو مشرع يعني ما يقدر كل شيء يتصرف، قانون يمشي عليه وعليه وعلى الكل، مشى عليه القانون ان الحضانة للمرأة. انا اجي وياك اعطيتك الحضانة، اعطيتك اطفال، اعطيتك نفقة، خوش، بس انت لا تساومين على اطفالي. احنا هاي العراقيين كليتنا، هذا الشعب كليتنا، حتى المتظاهرين والما متظاهرين، احنا البعث راحت شباب، طائفية راحت شباب، وبكل شيء راحت، الجيل اللي راح يطلع شنو؟ انا الجيل اللي راح يطلع شنو؟ انا ابني عمره 7 سنوات وبنتي عمرها 8 سنوات تقودهم خالتهم للصالون مركز تجميل، انا ابني ايش راح يطلع؟ ابني شنو هو؟ ابني شنو تاليته؟ ابني تاليته راح يجيني اقول له ابني لا تسوي هالغلط، امشي روح بابا، هو اصلا ما يقول لي بابا امشي روح، ما عايش وياي، ما يفهمني، بنتي عمري، هذا ابني، هات شوف، هذا ابني، هاي رجله كلها محترقه، ليش؟ اخذ التليفون من خالته قاعد يقلب بيضه، جت منه دفره الشاي عليه، دفره الشاي عليه، ليش؟ اخذ التليفون منها قاعد يقلب بيه، هذا طفل، بنتي تجي علي اخذها، انا شلون طيت جهالي؟ مكلبه هيك بالسجن والبدله الصفراء، والله العظيم وروح النبي شرفك، ومن انزل القران مجرم لابس بدله صفراء، وابني وبنتي تقول هيك تسحب بيها تقول لي بابا لا تعوفني، بابا انا اريد يمك، بابا ليش راح تعوفنا؟ قلت لها بابا شوف مو بيدي انا سلمت بنتي مو بيدي، انا ما جاي اساويك ولا جاي اقول لك اريد اطفالي، انا جاي اقول لك من اقعدك ببيت ومن اثبت لك حياه واثبت لك مستقبل، ما اريدك تطلعي من الطريق من ورايا، ما اريدك انا ما اريدك، احنا كليتنا هسه لا تقول لحد طلق الحاله او احد عاف زوجته الحاله، كل من عنده مشكله احنا ما نقدر نحكي، مثل بلاع الموس ما نقدر نحكي، ليش؟ لان باكر ورا نظنه، احنا كليتنا هاي كليتنا عندنا هواي ادله وعندنا هواي شغلات، تروح للقاضي ما يطيق يقول لك هاي هي للمره وانتهى الامر، عود من ناصر انا 15 سنه ابني اعترف بيه، لقى حضن ام، هاني باكر عقبه العراق جار عليه ما جار ما صار اشكال والوان، باكر عقبه حرب، بس من رغزتك حبيبي خلي اكمل، ما يخالف خلي اكمل، خليني انا بداخلي وهي شغلات عمي، اشكال شفنا، اشكال عشنا، انا اساوم على اطفالي، انا اطفالي انسجنت من وراهم والله مكلبت وطي اطفالي، انا شفت ما شفت، انا عشت ما عشت، انا ما اريد، انا اريد بس تعديل، انا اريد الطفل ابني اشوفه، انا بنتي تجي يمي اخذتها فتره تجي يمي تقول لي خالتي تقول لي خليت في العلبوك في العلبوك انت، الله يكون بالعون يا طيب، انا جدا ممتن منكم وما اقدر اي اضافه، تحياتي وسلامي لكم، وتقبلوا تحياتنا طبعا كادر العمل انا احمد الركابي والزملاء اللي رافقونا بهذه الحلقه، المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق، ادور جوها للقاء، والله دمرتوا بيوتنا، ادور جوها ادور جوها ادور جوها.